عادت أرقام الإصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع في القدس، وتقول وزارة الصحة الإسرائيلية أن نسبة الالتزام أو التزام المواطنين ليست كبيرة وسط تحذيرات من موجة جديدة للفيروس، الأمر الذي دفع الجهات المدنية المقدسية إلى تكرار مناشدة السكان للالتزام بسبل الوقاية. كبارا وصغارا اتخذوا من هذه الحديقة مرتعا لكسر روتين فرضه عليهم واقع الحياة في ظل انتشار فيروس كورونا. تقول خليدة إنها سئمت وأبناءها هذا الواقع المتأرجح بين شدة ولين، حتى أنها لم تلتزم بإجراءات الوقاية من وضع الكمامات أو القفازات رغم المناشدات المدنية والرسمية بالتزام التعليمات. والله احنا يعني بالنسبة لنا عادي، يعني كل أمورنا عادي وعفوية، يعني ما بنتقيد كثير إلا إذا يعني أصروا علينا البسوا واعملوا هيك وهيك، ولا احنا بالنسبة لنا عادي يعني. فبتعرفي من الضغوطات اجت فيهم اليوم على هون، بدهم يلعبوا شوي، شو بدنا نعمل؟ من كثر يعني الضغط اللي مروا فيه الفترة الأخيرة، شفتي 3 شهور. في الأيام الأخيرة سجلت القدس الشرقية ما يزيد عن 10 إصابات جديدة في بعض أحيائها، فلا ترى في شوارعها مظاهر الالتزام ولا التباعد، وكأن كورونا أصبحت خلف ظهورهم. يعني نوعا ما في القدس هي مفقودة، احنا قاعدين بنشوف هذا الحكي بشكل واضح جدا جدا جدا، فيش تباعد، الناس أكثر رجعت لحياتها الطبيعية، بدنا نقول بدرجة 80% وممكن أكثر من هيك، بس اللي بدنا نقوله لازم يضل في توعية عند الناس، يضل في احتياطات عند الناس، يضل في استخدام للهايجين، استخدام للكمامات، استخدام لكل هاي الوسائل والأمور. فبين التوجه العالمي للتعايش مع الفيروس وتخفيف القيود المفروضة على الناس، يبقى التعويل الأول والأخير على المواطنين بتفادي فيروس لا يزال عصيا على العلاج. تشير المعطيات الرسمية في القدس الشرقية إلى أن انتشار العدوى بين السكان مستمر، فالبعض اعتقد أن تخفيف القيود يعني انتهاء الأزمة، لكن في الحقيقة الوعي والالتزام بسبل الوقاية هما فقط ما يخفف عدد الإصابات. ثروة شقراء، الحرة، القدس.